تترأس دولة الكويت أشغال المؤتمر الوزاري العربي حول إدماج الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية في الدول العربية. ويأتي ذلك تحت إشراف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وتتواصل أشغال المؤتمر على مدى يومين بالعاصمة التونسية. ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيحة أشغال المؤتمر الوزاري العربي الذي يتدارس إدماج الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية في الدول العربية. واستعرضت الوزيرة صبيح في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر الذي حضره سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري المقاربة الكويتية في مجال التنمية الاجتماعية داخليا وعلى الصعيد العربي. من المبادرات اللي سنسعى في هذه السنة كون دولة الكويت هي التي ترأس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل 37 في تأكيد على وضوع مؤشرات لتنفيذنا للأبعاد التنموية ذات السياسات الاجتماعية، ونقيسها حتى نتأكد أن الدول العربية جميعا قاعد تسعى إما بتنفيذ البند الخاص في دولتها أو تساعد دولة أخرى في تنفيذ البنود الأخرى. وأشاد المشاركون في هذا المؤتمر بدور دولة الكويت وإسهاماتها القيمة في خلق مشاريع التنمية الاجتماعية في عديد الدول العربية، والتي ستتدعم خلال ترأسها لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. نرحب برئاسة دولة الكويت لهذا المؤتمر باعتبار وأنه الكويت تسلمت رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيين العرب، وكنت في الكويت وكان لي شرف تسليم هذه الرئاسة. المؤتمر يناقش الأوليات العربية الاجتماعية في خطة التنمية المستدامة 2030 مع عرض تجارب الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. حجر الزاوية بهذا التعاون هو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية العربية ومشاريع التي بدأها منذ ذاك الوقت حتى هذا الحين. كنا قبل حوالي 10 أيام نوقع اتفاقية إنشاء 4 مستشفيات جهوية في تونس من خلال تمويل الصندوق، وإن شاء الله أيضا سيستفاد من بقية التعهد الكويتي البالغ 100 مليون دولار لصالح إعادة تجهيز غرف الطوارئ في حوالي 20 مستشفى في تونس. ومن المقرر أن يختتم هذا المؤتمر بإعلان النتائج والتوصيات التي تهم عددا من المحاور، ومن بينها رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك البرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة. لدولة الكويت تجربة متميزة في مجال إدماج الأبعاد الاجتماعية في خطة التنمية المستدامة، وستساهم من خلال ترأسها لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تكريس هذا التوجه وهذا المشي في الخطط التنموية عربيا. ناجح المساوي، تلفزيون دولة الكويت، تونس.